مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو هذا كما شفت في العنوان اولا في التامبلت، تايا كمتداول اولا شي واحد اللي عنده واحد الخدمه معينه اولا عندك واحد دخل معين شي بلاصه معينه 100% انك الا بغيت تطور من راسك واش تعتمد فقط على هذاك النوع ديال الدخل هذاك، محتاج انك تانفيستي الفلوس ديالك في شي حاجه اخرى. نفس الشيء اللي كنديرو انايا صراحه، ما كنعتمدش نهائيا على التريدينغ كمصدر دخل رئيسي ديالي، كنحاول نوع من الحوايج اللي انفيستي فيهم الفلوس ديالي. وصراحه الكريبتو كان واحد المرحله زينه في الحياه ديالي وانفيستيت بزاف ديال الفلوس فيه وجاب لي واحد الارباح زوينه بزاف. بروجيات اللي جابوا لي في 41%، اللي جابوا لي اكس 41، كاين اللي جابوا في 3 في 4 في 5 في 8. بحال السلام عليكم، في هذا الفيديو هذا واش غادي نديرو بالضبط؟ غادي نعرفكم على واحد البروجي اللي انايا لقيتو وعجبني، وفي نفس الوقت غادي نوريكم كيفاش ديروا تنتوما تقلبوا على بروجيات اللي من هذا النوع هذا وتانفيستيو الفلوس ديالكم فيهم. ولكن بطبيعه الحال رحنا نهضروا على لونغ تيرم، شي حاجه اللي بعيده، ماشي شهر ماشي شهرين ماشي 3 شهور، خصك تستنى واحد الوقت اللي طويل باش تحقق فيه واحد الارباح اللي زوين. البروجي ديال اليوم اللي عندنا اللي هو زيليكا. هاد زيليكا هذا اول حاجه علاش عجبني؟ لحقاش واحد البروجي اللي كبير، بلوكشين واحد الحاجه اللي كبيره بزاف اللي ضخمه، محتاجه بزاف ديال الحوايج ومحتاجه 100% واحد الشركه اللي كبيره فيها بزاف ديال الناس اللي خدامين باش يقدروا يوقفوا واحد البلوكشين في هذا الوقت هذا. بطبيعه الحال ماشي كما هادي شحال. ثاني حاجه اللي عجبتني في هذا البروجي هذا اللي هو واحد البروجي اللي كيتسمى تقدروا تعتبروه الاندر دوغ ولا كيتسمى اندر ريتد، اللي هو ما واخدش القيمه ديالو اولا الحق ديالو تلدا. كيفاش كنديروا نشوفوا هاد الحوايج هادو؟ بحال مثلا اول حاجه غادي نديروها اللي هو غادي ندخلوا بطبيعه الحال اللين ديالهم اوفيسيال. من بعد ما كنلقاو البروجي ديالنا كندخلوا اللين ديالو كنشوفوا واش هما المميزات ديال هذا البروجي هذا. بحال مثلا هذا البروجي هذا مبدئيا عطينا باللو كوست اللي هو الفيز ديالو غادي يكونوا ناقصين بزاف، هايلي سكيلبل، وهذا اللي هو انا اللي كنقلب عليه، اللي هو واحد البروجي اللي يكون صغير وعنده واحد البوتنشال اللي كبيره بزاف. بحال مثلا التوكن ديالو هذا، واقيلا التوكن ديالو داير شي 20 سنت ولا بحال هكا. 20 سنت تعتبر في توكن ديال بلوكشين واحد الحاجه اللي صغيره بزاف، سيرتو انه الكميه ديال التوكنز صغيره بزاف، ومازال الحجم ديال الانفستيسمون في هذا البروجي هذا مازال صغير بزاف، وراحنا واصلين 20 سنه. يعني هذا البروجي هذا ممكن نشوفوه اكثر من 1 دولار، وهذه واحد الحاجه اللي زوينه كما قلنا هايلي سكيلبل. ثالث حاجه اللي من المميزات ديال هذا البروجي هذا اللي هو انفايرمنتلي سستينبل، اللي هو صديق البيئه بكل اختصار، لا في الماينين ديالو لي ترانزاكسيون ديالو، كل شيء ايكو فريندلي. وكما راكم تشوفوا هنايا زعما دايرين بالله هذا الشيء غير اللي باين للناس، اما داك الشيء اللي لتحت راه ديفلوبر فريندلي سيف اند سيكيور. وهذه واحد الحاجه اللي كندبروا عليها حنايا كاملين في البروجيات اللي سواء باغيين انفيستيو فيهم سواء باغيين نكونوا مستخدمين فيهم. لحقاش دابا حنايا من دخلنا على هذا البروجي هذا وبغينا نختار واحد البروجي اللي انفيستيو فيه، التفكير ديالنا غادي يكون واحد الشكل اخر على واحد الانسان اللي باغي يكون مستخدم. يعني النظره ديالنا غادي تكون ديال واحد الانسان اللي باغي انفيستي، واحد المستثمر، ماشي بحال واحد الانسان اللي باغي يستافد من المزايا ديال هذا البروجي هذا. غادي تكون النظره ديالو للبروجي كمستخدم، النظره ديالنا كمستثمرين غادي تكون اعمق واكبر من واحد باغي يكون مستخدم. من الحوايج اللي موفرينهم لنا هنايا اللي هو الايكو سيستم ستاتستيك، اللي هو البروجي فين راه دابا وفين راه غادي وفين كان. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا البلوكشين اللي هي دي ار سي 2 هادو هما ستاتستيك ديالهم. بطبيعه الحال هاد الارقام هادو غادي تبان لكم صغيره بزاف، ولكن كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو حنايا كنقلبوا على بروجيات اللي صغار اللي مازال الارقام ديالها صغيره. هذا هو الهدف ديالنا من هذا البروجي هذا، خاصنا نشوف بروجي اللي سيف، وهذه اهم حاجه ضروري تكون المصداقيه ديال داك البروجي هذا كبيره وعاليه. ثاني حاجه كنقلبوا عليها اللي هي يكون اندر ريتد، اللي هو مازال ما واخدش القيمه ديالو 100%. لحقاش حنايا باغيين واحد البروجي اللي ندخلوا عليه بواحد 10 دولار 20 دولار ضرب عليه واحد العامين، ولا ديك 10 دولار تكون مشات لواحد البلايص اللي بزاف كبيره بزاف، ممكن تجيب لنا في 41 في 50. الى البروجي دار غير في 10 فراه الفلوس ديالك زيد لهم زيرو، اللي هو 10 دولار ب 100 دولار. ولكن الوقت بطبيعه الحال غادي يكون واحد الوقت اللي كبير. لحقاش حنايا ما رحناش كنتريديو، ماشي دي تريدين هذا، ماشي سكالبين، تقدروا تعتبروه سوينغ تريدين ولا انفستيسمون. الفلوس ديالك راهم كياخذوا واحد الوقت كبير باش يطلع. كما راكم تشوفوا هنايا لي ترانزاكسيون اللي دازت في هذا البلوكشين هذه يلاه 62 مليون ترانزاكسيون، اللي هي نورمالمون واحد الرقم اللي قليل بزاف. حنايا باغيين اولا متوقعين انه غادي يوصل لواحد الارقام اللي كبيره. هاد لي ترانزاكسيون هادو تالي اللي نورمالمون خاصو يكون خاص تكون تقريبا واحد 600 مليون ترانزاكسيون اللي كتفوت. بحال مثلا بلوكشينات اللي كبار بحال هكا راهم كيدوزوا يمكن ها 62 مليون ترانزاكسيون في النهار. يعني البروجي مازال بادي، مع العلم انه هذا البروجي هذا من 2017، بروجي قديم، ولكن مازال ما باينش للناس، مازال ما جاتوش الفرصه ديالو فين غادي يبان ويتفرقع. ونتمنوا اننا حنايا نكونوا جزء من هذا البروجي هذا والتفرقعه ديال هذا البروجي هذا. اليوزرز اللي كاينين هنايا او لا النمبر ديال الوالت ادريسز اللي كاينين هنايا كاين تقريبا قل من 5 مليون وولت ادريس. انا كنعرف ناس واحد كيكون عنده اكثر من 5 مليون وولت ادريس، لذلك كما راكم تشوفوا البروجي
التكنولوجيا راه مازال بادي، واللي زوين انه كيوفر لنا الداتا الحقيقيه ديالو، مش كيكذب علينا ولا كيبقى يورينا شي ارقام اللي خياليه، داكشي ديال السكامرز نهائيا ما كاينش هذا الشيء هذا، بالعكس داتا حقيقيه، كلشي واضح وباين، كيبارطاجيو معاك داكشي الشفافيه المطلقه. وانت بغيت انفيستي مرحبا، ما بغيتش انفيستي دبر راسك. وهذا الشيء اللي كنقلبوا عليه حنايا في البروجيات اللي باغيين انفيستيو فيهم، بحال مثلا وكان انا جيت مستخدم ماشي مستثمر، غادي نشوف هاد الارقام هذا 100% انني ما غاديش نستخدم هذا البروجي هذا، لحقاش شايف بالله الارقام ديالو صغيره، وانايا كمستخدم محتاج. بحال مثلا هاد البروجي هذا كيوفر لك واحد البلان ديال انك ريا تقدر لانشيور توكن، يعني تقدر التوكن ديالك تلونسيها هنايا. نتايا كمستخدم الا كنت باغي تلونسي واحد التوكن ديالك فواحد البلوكشين معينه، محتاج واحد الكميه كبيره ديال اليوزرز، واحد السهوله، ويكون عندك واحد الناس اللي تقدر تيوزي التوكن ديالك، يعني واحد العدد اللي كبير ديال الناس. هذا البروجي هذا للاسف ما غاديش تبان لك فيه النهار الاول، ولكن حنايا كمستثمرين كنفكروا على اللونج تيرم، كنفكروا على من هنا واحد العام عامين واش غادي يوقع فيها. فيعجبنا انه البروجي يكون سيف مضمون، عنده واحد المصداقيه اللي كبيره، ولكن مازال الناس ما انتبهتلوش 100% باش نكونوا لتحت ديال الموجه، باش من يطلع البروجي ناخذوا الماكس ديال البروفيت اللي نقدروا ناخذوا منه. بالنسبه للحوايج اللي كناخذوهم بعين الاعتبار اللي هو الكوميونيتي بطبيعه الحال ديال البروجي، واحد الحاجه اللي مهمه جدا انك تشوف الكوميونيتي ديال البروجي، لحقاش كلشي كيتورق في الكوميونيتي ديال البروجي. بحال مثلا هنايا السوشيال ميديا اكونتس ديالهم تقريبا موفرين لكلشي، ريديت هو التالي، كاين الكوميونيتي ديالهم في ريديت، انستغرام، لينكدين، فيسبوك، ديسكورد، اي حاجه قلبت عليها راه غادي تلقاها هنايا ديال السوشيال ميديا بطبيعه الحال. ثاني حاجه كنديروها اللي هو كندخلوا الليانات ديالهم، بحال مثلا انا ديجا دخلت هنايا للديسكورد ديالهم بطبيعه الحال باش تقلب وتشوف الكوميونيتي ديالهم كيفاش دايره. عندهم تقريبا واحد 9000 ممبر هنايا، واحد الرقم اللي زوين بالنسبه للبروجي اللي يلاه بادي كما قلنا. كتدخل الانونسمنت ديالهم جينيرال شات، كتشوف زعما كيفاش كيديروا يتعاملوا مع الناس اللي مانفيستيه في هذا البروجي، كي دايره زعما في الدماغ ديالها، يعني خصك تشوف حتى الناس اللي غادي دير بحالك، واش الناس اللي ذكيه ولا غير الناس اللي ساهل انها تمانيبيولا ضروري هذا البلان هذا. لحقاش كما قلنا حنا علاش كنقلبوا اصلا على بروجيات اللي من هذا النوع هذا، لحقاش بروجيات كبار عندك جوج ديال الحالات اللي ممكن يوقعوا. بحال مثلا درك انت تقول لي انفيستي في البي ان بي، ما يمكنش انفيستي في البي ان بي مع العلم انها دارت فيه جوج غير مؤخرا، غير هاد الشهرين ولا 3 شهور كانت دارت فيه جوج، ولكن جوج ديال الحوايج اللي ممكن يوقعوا. اول حاجه هو انه ولا ثلاثه ديال الحوايج اللي ممكن يوقعوا. اول حاجه اللي هو تكون جيت روطار على انك تانفيستي في البروجي، البروجي ديجا طلع، يعني ما غاديش تكون جزء من الطلعه ديالو، ممكن دير واحد البروفيت اللي صغير بزاف. ثاني حاجه اللي هو الماكس ديال البروجي ممكن يدير في زوج، بحال مثلا البي تي سي او البي ان بي، الماكس ديالو يقدر يدير في زوج. الا شريتو انت ب 30000 دولار بحال مثلا البي تي سي، ممكن تبيعو ب 60000 دولار، الماكس ديال الانفستيسمون ديالك هذا. وبطبيعه الحال خصو يكون عندك واحد راس مال كبير باش تحقق واحد راس مال اللي كبر بطبيعه الحال. ثالث حاجه واللي تخاف منها في البروجيات الكبار اللي هو انك تمانيبيولا، بحال مثلا البي تي سي يشدك في 60000 دولار غادي يهودك حتى 30000 دولار، غتصدق خاسر بزاف من راس المال ديالك وغادي تتادى، والبي تي سي ممكن يقعد واحد الشهور وهو لتحت تيسلخك مزيان، تيكرهك الحياه ديالك، عاد ممكن يولي يعطيك بريك ايفن وما يعطيكش حتى واحد الارباح اللي كبيره، كذلك على البي ان بي. ولكن بحال هاد البروجيات اللي 20 سنت انت اصلا شاري في الرخه، شاري لتحت كاع، يعني فين غادي يزيد يهود عليك مازال، الماكس ديالو غادي يهود بحال مثلا 15 سنت في هاد الجوايه هادو، ولكن البوتنشلز ديالي باش يطلع ممكن يطلع لواحد دولار، ممكن يطلع لكثر من واحد دولار، ممكن تشوفه في 10 دولار كما بداو كاع التوكنز اللي كنعرفوهم. هادشي بالضبط اللي كيخلينا نتاثيراو لهاد البروجيات هادو اللي عندهم واحد البوتنشلز كبيره، ولكن بطبيعه الحال كنحاولوا نقلبوا على واحد الحاجه اللي سيف بزاف. بالنسبه للحوايج اللي كيوفروهم هاد البروجي هذا، كاين رود ماب، الدراري اللي زعما كيبغيو يعرفوا الرود ماب فين راه غادي البروجي واش راه باغي يدير، من الحوايج اللي ضروريين رود ماب ديال اي بروجي، لحقاش كيبين لك كلشي اللي راهم باغيين يديروه او اللي داروه بالتوقيت بالضبط. يعني نتايا كمستثمر كتكون مرتاح، عارف في كل وقيته واش غادي يوقع، ما غاديش يبقاو مجرجرينك، ما عارفش فلوسك فين راهم، ما عندك حتى شي فكره فوقاش غادي يريدوا، فوقاش غادي يلونطيو، بحال مثلا التوكن فوقاش غادي يزيدوا الجديد، فوقاش غادي يكونوا طلعات هودات، كلشي هاد الحوايج هادو. لذلك الرود ماب واحد الحاجه اللي ضروري انك تشوفها، تشوف واش غادي يديروا واش داروا بالضبط، راهم كيكونوا مستفين لكلشي هاد الحوايج هادو. عندهم دابس اللي هو الابليكاسيون ديالهم، الا بغيت تدخل وتيوزي هاد البلوكشين هادي بالابليكاسيون ديالهم، ديفاي اللي هو السيستم اللي خدامين به، ديفاي اللي هو نورمالمون بالعربيه لا مركزيه، عندها شي معنى مهم، ديكفاي كتعني فاينانس ولا شي لعبه بحال هكا، الان اف تيز والكرييتر ايكونومي. هاد البلان هاد ديال الان اف تيز والكرييتر ايكونومي الصراحه حتى شي واحد مابقى كيتيق فيه، وانا شخصيا ما كنتيقش في الان اف تي من هذه الحاله، عمر شريت شي ان اف تي ولا من غير في البلاي تو ايرن، ولكن البلاي تو ايرن كانوا كيعطيوك واحد الانكوم اللي بعيد عن الان اف تي، كيعطيوك واحد توكن بديك الان اف تي وانت كتستافد من التوكن، اما الان اف تي فما كيهمنيش نهائيا. والصراحه زعما الان اف تي باش يديروها في البروجي دابا بحال غير بالسيف عليهم، لحقاش بلوكشين الان اف تيات جزء من البلوكشين، يعني ضروري انهم يزيدوا الان اف تيات هنايا. لذلك الان اف تيز كانوا ولا ما كانوش عندي انايا زايد ناقص، ولكن
تكون كبلوك تشين ضروري انك توفر لي واحد الكوطي ديال الان اف تيات للناس اللي كتبغي تستغل الان اف تيات بطبيعه الحال. وكما شفنا قبيله لانش يور توكن الا كنت باغي تلونسي التوكن ديالك هنايا كان عندك واحد التوكن معينه ولا بغيت تلونسيها كيوفروا لك هذا البلان هذا. كما قلنا حنايا النظره ديالنا كمستثمرين لهذا البروجي هذا خاص تكون كبيره ونشوفوهم كاع من النواحي ونشوفوه واش كيوفر للمستخدمين كاع الظروف اللي زوينه كبلوك تشين. راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي هنايا زوينين للمستخدمين بطبيعه الحال. بحال مثلا كاين الماينين الدراري اللي باغيين يماينيو هذا البروجي لهذا التوكن ديالهم هذه فوالا هنايا الماينين ديالهم كيفاش كدير التماينا وش هما البولز اللي كاينين اللي تقدر تمايني فيهم. وكما قلنا ايكو فريندلي يعني الماينين ديالها ما كيستهلكش واحد الطاقه اللي كبيره وبالمقابل كيعطيك واحد الكميه ديال التوكن ديالهم اللي معقوله وتقدر تحقق لك واحد الارباح اللي زوينه. كاين هذا السيستم هذا ديال الدول ماينين صراحه انا ما كنفهمش في الماينين بزاف كنت باغي واحد الوقيته ندير ريك ديال الماينين صراحه كنت متحمس بزاف انني المايني الكريبتو ولكن كان جات مع الهوده ديال الكريبتو لذلك ما بقيتش مانتريسي بزاف بالماينين. ولكن الماينين واحد الحاجه اللي زوينه ومازال كتجيب واحد المدخول اللي زوين. هذا البروجي هذا كيتماينا بالجي بي يوز يعني بكارت جرافيك ماشي سي بي يوز وفوالا هادو هما ديال ماينين بول اللي تقدر تمايني فيهم هذا التوكن هذا. ما عرفتش الثمن ديال التوكن ديالهم بالضبط شحال راه داير هنايا ما عطيناش شي بلاصه زعما اللي نشوفوا فيها الثمن ديال التوكن. ولكن المهم انا كنت شايف شي صفر زوج شي لعبه بحال هكا بالنسبه للثمن ديال التوكن ديالهم نورمالمون غادي يكون رخيص بزاف. انا متاكد 100% انه الثمن ديال التوكن ديالهم غادي يكون في الهوده ديالو فانت بلاصه للشراء غادي تكون حاليا. وكما قلنا البوتنشلز ديال هذا البروجي هذا كبيره بزاف. انايا ما كنقول لكمش انفيستيو في هذا البروجي هذا بطبيعه الحال غير كنعطيكم كيفاش ديروا تشوفوا البروجي اللي نتوما نورمالمون باغيين تانفيستيو فيه. وضروري من الانفيستيسمون الدراري الا بغيت واحد المدخول ولا واحد الارباح اللي كبيره ضروري انك تانفيستي من غير داكشي اللي نتايا نورمالمون كديرو بحال مثلا عندك خدمه عاديه اولا كتريدي اولا فريلانسر اولا مهم عندك شي نوع ديال الخدمه اللي كديرها ضروري انك تانفيستي الفلوس ديالك في شي حاجه اللي ممكن تكبر لك فلوسك من هنايا لقدام. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه ينفعكم وتاخذوا المعلومات اللي تستفيدوا بهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم ضربكم موعد حق اخر ان شاء الله دراري.